ده كان فنان عظيم قوي قوي قوي، وعنده شخصية قوية، إنما طيب. بس أنا حاجة مش ناسيها له، كان في مشاهد أما يكون معايا في مشهد وبعدين أبص ألاقيه بصلي في عينيا ونظرة فتح عينيه قوي وبصلي وأنا لازم أرد على كلمته، الكلام يضيع. يعني أبص ألاقي نفسي الكلام كذا مرة ضاع مني. اشتكيته الأستاذ بركات وقتها، وزهر قال له يعني خف شوية بتخوفها. هي نظرته مش للكاميرا، هو كان بيخوفني بس بهزار، يعني هو كان بيهزر. تغلبت عليها؟ ما بصيتلوش في عينه، بصيت في ودنه. يعني اما جه يكلمني بصيت كده، ما بصيتش في عينيه. كان عجيب.